بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: كتاب القسمة. قال: لا تخفى مناسبتها للقضاء، لأنها بالقضاء أكثر من الرضا، لأنها بالقضاء أكثر من الرضا. يعني القسمة تتم بواسطة القضاء، أو تحصل القسمة أو تقع القسمة بين الشركاء عن طريق القضاء أكثر بكثير مما تقع القسمة عن طريق التراضي. لذلك هناك مناسبة بين كتاب القضاء وبين كتاب القسمة، لأن هذه القسمة إما أن تكون عن طريق القضاء عندما يتخاصم الشركاء، فتكون القسمة عن طريق القضاء وهي الأكثر وقوعا، أو تكون بالتراضي عندما يكون الشركاء يعني منصفين. لذلك قال: لأن القسمة بالقضاء حاصلة كائنة واقعة بالقضاء أكثر مما تقع وتحصل من الرضا، بالرضا بالتراضي يعني. قال: وهي لغة اسم للاقتسام، وشرعا جمع نصيب شائع في مكان مخصوص. نصيب شائع موزع، عندنا أرض أنا لي منها الثلث، في هذا الثلث موزع في جميع أنحاء الأرض، نجمع هذا الثلث، هذا النصيب نجمعه في مكان مخصوص، هذه هي القسمة. وسببها طلب الشركاء أو بعضهم للانتفاع بملكه على وجه الخصوص، للانتفاع بملكه على وجه الخصوص. قبل القسمة كان الشركاء كلهم، كل واحد ينتفع بنصيبه وبنصيب غيره. فالآن واحد أحد الشركاء قال: لا، أنا لا أريد أن أنتفع بنصيب غيري ولا غيري ينتفع بنصيبي، فطلب القسمة كي يحصر منفعته في نصيبه ويمنع غيره من الانتفاع بنصيبه. قال: للانتفاع بملكه على وجه مخصوص، على وجه الخصوص، هذا معنى إيش؟ على وجه الخصوص. وشرطها، شرط القسمة يعني شرط لزومها، شرط لزومها بطلب أحد الشركاء، شرطها شرط لزومها، شرط كونها لازمة بسبب طلب أحد الشركاء. ما هو شرط لزومها إذا طلب أحد الشركاء؟ قال: عدم فوات المنفعة، عدم فوات المنفعة بالقسمة، عدم فوات المنفعة بالقسمة، المنفعة المعهودة. يعني هذا القلم أنا وأنت شركاء فيه، نريد الآن أن نتقاسمه، فشرط هذه المقاسمة أن لا تفوت المنفعة الأصلية من القلم وهي الكتابة. إذا كسرناه في النصاب ما ننتفع، فلا تحصل فيه القسمة، لأن القسمة فيه تقتضي فوات المنفعة المعهودة الأصلية منه. عبد بيني وبين زيد مناصفة، نريد الآن القسمة، شركة،
أن نتقاسمه، لا يمكن القسمة فيه. ليه؟ لأن شرط المقاسمة عدم فوات المنفعة بالقسمة، وهنا القسمة الآن تؤدي إلى فوات المنفعة، فلذلك لا يمكن القسمة في هذا الأمر. قال: ثم هي، يعني المقاسمة أو القسمة، لا تعرى لا تخلو عن معنى المبادلة، عن معنى المبادلة، يعني سواء كانت هذه المقاسمة، يعني مطلق المقاسمة يا أحبابنا لا تخلو عن معنى المبادلة، سواء كانت هذه المقاسمة في ذوات الأمثال أو في غير ذوات الأمثال، لا تخلو المقاسمة عن معنى المبادلة. ليه؟ قال: لأن ما يجتمع لأحدهما، لأحد المتقاسمين، لأن ما يجتمع لأحدهما، لأحد المتقاسمين بالتثنية، لأحد المتقاسمين، لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له، يعني بعض ما يجتمع، بعض ما يجتمع لأحد المتقاسمين كان له، وبعضه كان لصاحبه، يعني وبعض ما يجتمع لأحد المتقاسمين، هذا البعض الحق الذي يجتمع لأحد المتقاسمين، بعضه كان له وبعضه كان لشريكه، فهو يعني أحد المتقاسمين. الآن يشرح الشيخ معنى المبادلة. فهو يعني أحد المتقاسمين يأخذه، يعني يأخذ ذلك البعض الذي كان لصاحبه. فهو أي أحد المتقاسمين يأخذه، يأخذ ذلك البعض الذي كان لصاحبه عوضا عما بقي من حقه في نصيب صاحبه، فكان مبادلة، فكان مبادلة من وجه، فكان هو الأصل أن يقول فكانت، فكانت يعني القسمة، فكانت القسمة مبادلة، مبادلة حقيقية. ولكن الشيخ، وهذا كلام منقول من الهداية، قال فكان، يعني ذكره باعتبار التقاسم أو باعتبار القسم، يعني فكان القسم أو فكان التقاسم، فكان التقاسم مبادلة حقيقة من وجه، وإفرازا من وجه آخر، تمييزا، يعني إفرازا تمييزا من وجه آخر. قال: والإفراز الآن انتبه ماذا قال. قال: فكان التقاسم مبادلة وإفرازا، فلا بد الآن أن نفسر التبادل وأن نفسر الإفراز. فالشيخ قال: والإفراز، يعني معنى الإفراز، معنى الإفراز والتمييز، والإفراز هو الظاهر في المكيلات، الإفراز هو الظاهر في المكيلات، يعني التمييز هو الظاهر في المكيلات والموزونات. ليه؟ قال: لعدم التفاوت، يعني في أبعاض وأجزاء المكيلات والموزونات لا يوجد فيها تفاوت، لا يوجد فيها تفاوت، نعم. فيكون ما يأخذه من هذه المكيلات أو الموزونات مثل حقه، صورة ومعنى، صورة ومعنى. ليه؟ لأنه لا تفاوت عندما يكون الشيء الذي يراد تقسيمه قمحا، لا تفاوت بين حباته أو شعيرا إلى غير ذلك. حتى كان لأحدهما، لأنه لا يوجد تفاوت، كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه. لاحظ، اشتريت أنا وأنت
10 كيلو قمح مع بعضها، أنت شريكي غائب، لي أن أخذ منه أنا 5 كيلو؟ ليه؟ لأنني أنا الآن بسبب عدم التفاوض أخذ عين حقي، فلا يتوقف أخذ عين الحق على حضور شريكي، لا يتوقف جواز أخذ عين حقي على وجودي أو حضور صاحبي وشريكي. إذا الإفراز هو الظاهر في المكيلات والموزونات، والمبادلة يعني معنى المبادلة هي الظاهر في غيره، في غير المكيلات والموزونات، مثل ماذا؟ كالحيوانات والعروض التجارية. والعروض التجارية قال للتفاوت يعني بين أبعاضها، العدديات، العدديات يعني مثلا أنا وأنت اشترينا مثلا 100 كيلو أو 1000 كيلو بطيخ، اشترينا دخلنا إلى محل عنده بطيخ مثلا أخذنا 1000 كيلو نريد أن نتاجر به، أنا ليس لي بغيابك أن أخذ 500 نصف، يعني هذا البطيخ بعضه كبير وبعضه صغير، وبعض التجار يرغب بالبطيخ الصغير وبعضهم يرغب بالبطيخ الكبير، فليس لي أن نقتسم بغيابك، يعني وجود تفاوت بين أبعاد ما نريد التقاسم فيه. قال حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة صاحبه، عند غيبة صاحبه نعم، لأن ما يأخذه كل واحد منهم نصفه له ونصفه لصاحبه، نصفه لصاحبه، أو نقول نصفه نصفه مملوك له والنصف الآخر والنصف الآخر عوض عما أخذه شريكه من نصيبه. فلذلك لا بد أن يكون الشريك موجودا عندما يعطيك عوض نصيبك، عندما يعطيك عوض نصيبك. قال حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة صاحبه. قال إلا إذا إلا أنه إذا كانت من جنس واحد، كانت من جنس واحد أجبره القاضي على القسمة عند طلب أحدهم، لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد، لتقارب المقاصد. يعني إذا كان في عند منا مثلا أغنام، عندنا أغنام شركة بيني وبينك، فهنا القاضي الجنس واحد والمقاصد متقاربة من الغنم، أن المقصد من الغنم غالبا يكون اللحم، المقصد من الغنم غالبا يكون من اللحم، واللحم لا يتفاوت كثيرا، فيجبر القاضي الشركاء على القسمة. كذلك لو كان خيول مثلا، سيارات مثلا، كذلك المقصود من الخيول الركوب، فننظر دائما إلى المقاصد، إذا كانت المقاصد غير متفاوتة غير متفاوتة يجبر القاضي الشركاء على القسمة، أجبره القاضي على القسمة عند طلب أحدهم، لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد. والمبادلة مما يجري فيه الجبر، كما في قضاء الدين، كما في قضاء الدين، فالمديون يجبر على القضاء، على قضاء الدين، المديون يجبر على قضاء الدين، مع أن الديون كما تعلمون وتقرر معنا أن الديون تقضى بأمثالها، تقضى بأمثالها هنا، فصار المديون، فصار الشيء الذي يؤديه هو بدلا، يصير بدلا، يصير بدلا عما في ذمته. وهنا كذلك قال والمبادلة
مما يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين. الديون تقضى بأمثالها، تقضى بأمثالها، وهذا الذي يقضي الدين، يقضي الدين، صار الشيء الذي يؤديه صار بدلا عما استقر في ذمته. وكذلك هنا، كذلك في هذه المقال، لأن فيه معنى الإفراز لتقارب المقاصد، والمبادلة مما يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين. قال: وإن كانت أجناسا مختلفتان، يعني وإن كانت، ما هو اسم كان هنا؟ وإن كانت الأعيان المشتركة، البضاعة المشتركة، العروض التي فيها شركة بيني وبينك، وإن كانت يعني الأعيان المشتركة أجناسا مختلفة، أجناسا مختلفة، أنا وأنت اشترينا عدة قرطاسية، أقلام وكتب ودفاتر، كراريس وأوراق وأقلام زرقاء تكتب الأزرق والأحمر والأخضر والأسود ومحايات وأوراق أخي أشياء كثيرة، فهذه متفاوتة، أجناس مختلفة. قال: لا يجبر القاضي على قسمتها لتعذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت في المقاصد، باعتبار أن المقاصد هنا متباينة مختلفة. قال: ولو تراضوا عليها، يعني تراضى الشركاء على القسمة عند اختلاف الأجناس، ما الحكم؟ جاز. ليه؟ قال: أن الحق لهم وتمامه في الهداية، الحق لك، وأنت عندما تتنازل تتبرع بحقك لشريكك لا حرج عليك. قال: ينبغي للإمام أن... نعم، في نسخة زيادة، هل تسمحون لي أن أذكر؟ تفضل تفضل. عند والمبادلة مما يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين، هنا الزيادة سيدي، لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها. هكذا عند، لأن الديون أنا قررت هذا الكلام، بس ما من نسختك تحقيق من؟ تحقيق الشيخ قاسم محمد النوري، دار الإرشاد إسطنبول. طيب، يعني الله أعلم، الله أعلم، يعني طيب خير إن شاء الله. على كل، هذه الزيادة صحيحة، ما في إشكال. قال: ينبغي للإمام أن ينصب قاسما، ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرزقه، يعطيه راتب شهري. السلطان يجعل قاسم، يوظف قاسم يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة تؤخذ منهم، أما أجرته مأخوذة من بيت المال، لأن القسمة من جنس عمل القضاء، والإمام ملزم بتنصيب القضاة وإعطائهم رواتب. قال: لأن القسمة من جنس عمل القضاء، من حيث إنه، من حيث إن القضاء يتم به بالقضاء قطع المنازعة، فأشبه رزق القاضي. ما هو فاعل أشبه الآن؟ فأشبه رزق القاسم رزق القاضي، اكتب عندك هنا، فأشبه رزق القاسم رزق القاضي، فيعطى القاسم من بيت المال كما يعطى القاضي من بيت المال. قال: فإن لم يفعل الإمام، لم يوظف قاسما، نصب قاسما، انتبه، ما وظفه ولكن يقول ينصب قاسما يقسم بالأجرة يأخذها من الشركاء،
من مال المتقاسمين، لأن النفع لهم وهي ليست بقضاء حقيقة، فجاز له أخذ الأجرة عليها، ولم يجز أخذ الأجرة على القضاء، ولم يجز على القضاء، يعني ولم يجز أخذ الأجرة على القضاء كما في الدر عن أخيه زاد. قال في الهداية: والأفضل أن يرزقه من بيت المال، فاعل يرزقه فاعل الإمام، يعني لأنه أرفق بالناس، لأن رزقه من بيت المال أرفق بالناس وأبعد عن التهمة. أبعد عن التهمة، كيف يعني أبعد عن التهمة؟ القاسم إذا جعلنا له يأخذ الأجرة من المتقاسمين، ربما يميل القاسم إلى أحد المتقاسمين. ليه؟ بسبب أنه يعطيه زيادة من المال فيميل إليه، فيعطيه الحظ الأوفر أو النصيب الأفضل فيميل. فإذا جعل الراتب الرزق من بيت المال ترتفع هذه التهمة، بصير القاسم مؤتملا، يعني يقول ما أستفيد، لماذا أغش أو لماذا أميل. قال: ويجب أن يكون المنصوب للقسمة عدلا، لأن القسمة من جنس عمل القضاء، لأن القاضي أحبابنا يحتاج في تمييز الحقوق، القاضي يحتاج في تمييز الحقوق إلى أن يكون قوله مقبولا، إلى أن يكون قوله مقبولا. فيشترط في القاضي أن يكون عدلا، القاضي يحتاج في تمييز الحقوق يحتاج إلى أمر، وهو أن يكون قوله مقبولا. فيشترط في القاضي العدالة، كما أن العدالة مشروع شرط في الشاهد. قالوا: يجب أن يكون المنصوب للقسمة عدلا، لأنها من جنس عمل القضاء، وكذلك مأمونا، لا بد أن يكون القاسم أمينا، أمينا. نعم. لقد يقول قائل: أليست الأمانة من لوازم العدالة؟ الأمانة من لوازم العدالة، العدل لا يكون إلا أمينا، لا يكون إلا أمينا. طيب لماذا نص على الأمانة؟ قال: لأن الأمانة أحبابنا أمر خفي، الأمانة أمر خفي، فلذلك يشترط فيه أن يكون ظاهر الأمانة. فلما قال الأمانة، يعني ينبغي أن تكون أمانته ظاهرة. ليه؟ قال: ليعتمد على قوله، ليعتمد على قوله. إينا. فلا يعتمد على قول القاسم إلا إذا كان مأمونا، إلا إذا كان مأمونا. قال: عالما بالقسمة، عالما بالقسمة ليقدر عليها، ليقدر على القسمة، أن القدرة أحبابنا على القسمة تكون بالعلم، القدرة على القسمة تكون بالعلم بالقسمة. لذلك قال: لأن من لا يعلمها لا يقدر عليها. قال: ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد، لا يجبرهم. قال في الهداية: معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه، يعني لا يجبر القاضي، القاضي لا يجبر المقتسمين على استئجار قاسم معين. في عندنا 10 قسام إن صح التعبير. القاضي لا يجبر المشتركين على أنه أنتم اذهبوا إلى القاسم الفلاني، لا، وليس لكم أن تذهبوا إلى غيره، لا يجبرهم، لا يجبرهم على أن يستأجر. ليه؟ قال: لأنه لا جبر على العقود، لأن الحق
الحق هنا للمتقاسمين، فإذا رضوا بمن يتولى حقهم جاز، وإذا لم يرضوا بمن يتولى حقهم لم يجوز، كما هو في سائر الحقوق. لابد هم أصحاب الحق، لابد أن يكونوا راضين به، فلذلك ليس للقاضي أن يجبرهم، لأنه لا جبر على العقود، وهذا عقد من العقود. ولأنه لو تعين القاسم لتحكم بالزيادة على أجر مثله، وهذا فيه ضرر للمتقاسمين. ولو اصطلحوا، من فعل اصطلحوا؟ الشركاء. الله. ولو اصطلحوا فاقتسموا، يعني فيما بينهم دون أن يرفعوا الأمر إلى القاضي. ذكرنا قبل قليل في ذات الكلام بحث أن هذه المقاسمة تكون بالقضاء وهي الأكثر وبالتراضي. فالآن اصطلح الشركاء فيما بينهم وتقاسموا بدون قضاء، جاز ذلك. لماذا جاز؟ قال لأن المقاسمة في معنى المعاوضة، المقاسمة هي في معنى المعاوضة، فتثبت المقاسمة بالتراضي كما تثبت سائر المعاوضات، ولا حاجة إلى القضاء في سائر المعاوضات. وكذلك هنا قال إلا إذا كان فيهم في الشركاء، إلا إذا كان فيهم في الشركاء صغير أو مجنون أو غائب. إذن يجوز أن يقتسموا ويصطلحوا، لا حرج، إلا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أو غائب، ليس لهم ذلك. إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي، لأنه لا ولاية لهم للشركاء، لا ولاية للشركاء عليه، على الصغير وعلى المجنون وعلى الغائب. انتهى. سيدي في النص، تفضل. سيدي في النص فجاز لو أخذ الأجر عليها وإن لم يجز على القضاء، هكذا عندي. أنت أرجعتنا 10 كيلومتر إلى الوراء الآن. نفس الشيء عندي، نفس الكلام الذي ذكرناه نحن عندي. فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء، أين المشكلة؟ طبعا لم أسمع إن، فظننت أنه سقط عندي. كيف؟ لم تسمع وإن؟ نعم لم أسمعها. طيب، فجاز له أخذ الأجرة عليها على المقاسمة وإن لم يجز أخذ الأجرة على القضاء. قال ولا يترك القاضي القسامة يشتركون كي لا يتواضعوا على مغالاة الأجر، لاتفقوا على أجر واحد فيحصل الإضرار بالناس. أما إذا عند عدم الشركة، إذا لم يتشارك القسام، يتسارع كل واحد من القسام إلى تخفيض السعر كي يجذب الشركاء إليه، فتحصل هناك المنافسة في الأسعار، فيكون في هذا أصلح وأرعى لمصلحة الشركاء. قال وأجرة القسمة، أيوة جميل الكلام الآن، وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند سيد أبي حنيفة، أجرة المال المدفوع للقاسم، الأجرة على عدد الرؤوس. نحن الشركاء كم واحد؟ 10. يريد القاسم أن يأخذ منا 100، كل واحد يدفع 10 دراهم، انتهى، بقطع النظر عن نصيبه. قال وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند سيد أبي حنيفة رحمه الله. ليه؟ قال لأن الأجر مقابل بالتمييز، يعني المعقود عليه الآن أحبابنا هو التمييز بين الأنصباء،
هذا المعقود عليه الآن، والأجر مقابل التمييز، وأنه أي التمييز لا يتفاوت، لا علاقة له بمقدار النصيب. أنا نصيبي واحد وأنت نصيبك ألف، أنت لا تصل إلى الألف إلا عن طريق التمييز، وأنا لا أصل إلى الواحد إلا عن طريق التمييز. فهذا التمييز غير متفاوت، واحد معناه أنا المنتفع، انتفاعي منه كانتفاعك منه، هو الحصول على الحق. فلذلك ما أدفعه أنا تدفعه أنت بقطع النظر عن مقدار النصيب. وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل، يعني إذا كانت الشركة قليلة قد يكون الحساب يصبح، أو إذا كان نصيب قليل، واحد نصيبه قليل وواحد نصيبه كثير، تصبح حل القسمة تكون صعبة، فيكون صاحب القسمة صاحب النصيب القليل سبب يعني جهودا أكثر للقاسم من صاحب النصيب الكبير. وقد ينعكس الحال، يعني قد يكون صاحب النصيب الأكبر يحتاج إلى دقة في العمل أكثر، فيتعذر اعتباره، يعني فيتعذر اعتباره، اعتبار ماذا؟ يعني اعتبار كل واحد، اعتبار النصيب يعني، فيتعذر اعتبار نصيب كل واحد من الشركاء كثيرا كان أو قليلا، فيتعلق الحكم بأصل التمييز، وهو كما قلنا قبل قليل لا يتفاوت. وقالا على قدر الأنصباء، وقالا يعني أجرة القسمة تكون على قدر النصيب، على قدر حصتي من هذا الشيء الذي اقتسمناه. هنا فيكون مثلا أنا عندنا شيء مقاسم فيما بيننا، زيد أخذ النصف فيدفع نصف الأجرة للقاسم، وفلان أخذ الثلث فيدفع ثلث الأجرة للقاسم، فلان أخذ السدس فيدفع سدس الأجرة للقاسم. وقالا على قدر الأنصباء، ليه؟ قال لأنه مؤونة الملك، لأن الأجر مؤونة الملك، فيتقدر بقدره، يعني بقدر الملك. قال في التصحيح: وعلى قول الإمام مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما. قال: وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار. أنا عندي وعلى قول الإمام مشى في المغني والمحبوبي وغيرهما. أم يقول تحقيق تحت في المعلق في نسخ اللباب كلها في المغني، والصواب كما أثبت كما هو في نسخ تصحيح القدور المخطوطة والمطبوعة. تمام. وهذا من الخطأ، لا يجوز لك أنت محقق الكتاب أن تغير نص الكتاب، وهذا من الأخطاء الصراحة الكبيرة التي موجودة في هذه النسخة التي بين يدي. يغير المحقق، هذا لا يجوز، نعم. فينبغي أن يبقي الكتاب على أصله ويكتب في الحاشية الصواب النسفي. على كل، وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة، ماذا يعني ضيعة؟ أي أرض، ادعوا أنهم ورثوها عن مورثهم فلان، لم يقسمها القاضي عند سيد أبي حنيفة رحمه، لأن القسمة قضاء على الميت، إذ التركة مبقات
على ملكه على ملك الميت قبل القسمة، بدليل التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت، بدليل ثبوت حقه حق الميت في الزوائد كأولاد ملكه، عنده أما ولدت قبل القسمة، ولدت قبل القسمة، وأرباحه عنده بستان، عنده تجارة ربحت قبل القسمة حتى تقضى ديونه منها، من هذه الزوائد تضاف للثلث، وتنفذ وصاياه كذلك. وبالقسمة ينقطع حق الميت عن التركة حتى لا يثبت حقه فيما يحدث بعده من الزوائد، فكانت قضاء على الميت. هنا لابد أن تكون فاصلة وليس نقطة، وهذه من الأخطاء الكارثية في هذه الطبعة التي بين يدي. قال فلا يجابون إليها، ما يصح أن تكون هنا بداية سطر أبدا، فلا يجابون إليها بمجرد الدعوى، بل حتى يقيموا البينة على موته، موت المورث وعدد ورثته، ويصير البعض مدعيا والبعض الآخر خصما له للمدعي عن الميت، لأن بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث الذي هو ميت، ولا يمتنع ذلك بإقراره، أي لا يمتنع أن يكون ذلك المورث خصما لبعض الورثة وإن كان هو يقر بأن فلان المورث قد مات. قال ولا يمتنع ذلك بإقراره، ولا يمتنع ذلك أي لا يمتنع كونه خصما بسبب إقراره بأن فلان قد مات، كما في الوارث أو الوصي المقر بالدين فإنه تقبل البينة عليه مع إقراره. وقال يقسمها باعترافهم، لأن اليد الآن الدار في أيديهم والأرض في أيديهم، لأن اليد دليل الملك، ولا منازع لهم، فيقسمها كما في المنقول، يعني الموروث والعقار المشترى. ولكن يذكر القاضي أو القاسم في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم، ما في بينين، ليقتصر عليهم، يعني ليقتصر حكم القاضي عليهم، على أولئك الذين ادعوا أن هذه الدار هذه الأرض ورثوها من فلان، ليقتصر عليهم على الشركاء الحاضرين، ولا يكون عندها هذه القسمة لا تكون قضاء على شريك آخر لهم ما ذكروه هم. قال الإمام جمال الإسلام في شرحه الصحيح قول الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم كذا في التصحيح. قال وإذا كان المال مشتركا مما سوى العقار، مما سوى العقار، وادعوا أنه ميراث، عندهم مال مشترك غير العقار، وادعوا أنه ميراث أو مشترى اشتروه، أو ملك مطلق. إيش يعني ملك مطلق؟ يعني لم يبينوا سبب هذا الملك، هل هو شراء أم ميراث أم هبة، وطلبوا قسمته، قسمه في قولهم جميعا إذا كان المال المشترك غير العقار، لأن في قسمة المنقول نظرا رعاية مصلحة، نظرا للحاجة إلى الحفظ. وإن ادعوا في العقار أنهم اشتروه وطلبوا قسمته قسمه بينهم أيضا، لأن المبيع يخرج عن ملك البائع وإن لم يقسم، فلم تكن القسمة قضاء على الغير، أي غير البائع يعني. وإن ادعوا الملك المطلق، إيش يعني الملك المطلق؟ كما ذكرنا قبل قليل ومرة معنا هذا قديما أكثر من مرة، الملك المطلق يعني لم يبينوا سبب الملك،
هل هو شراء أم ميراث أم هدية أو غير ذلك. وإن ادعوا الملك المطلق ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم أيضا. هذا كل كلام إيش في المال المشترك غير العقار، لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير، فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم. قال في التصحيح: هذه رواية كتاب القسمة، وفي رواية الجامع: لا يقسمها حتى يقيم البينة أنها لهم. قال في الهداية: ثم قيل هو قول أبي حنيفة خاصة، وقيل هو قول الكل وهو الأصح، وكذا نقل الزاهدي. ثم قال: وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.